Hey guys, ازيكم عاملين ايه؟ Welcome back to my channel. النهاردة هوريكم افكار مختلفة للبس العيد، هحاول ان هي تبقى افكار جديدة وحاجات تنفع للصيف تبقى فن كده. النهاردة الحاجات اللي انا هعمل لها ستايلين من موتيف. اللي ما يعرفش موتيف ده ايه، موتيف ده فاشن لاين موجود في شيئاً. موتيف الفكرة بتاعته ان هو بيحاول ان هو يدي اللبس الفورمال بقمشة حلوة جدا بجد. انا بقالي اكتر من سنتين بشتري من موتيف من 2020، وفعلا اللبس بتاعه بتحسه ان القماشة بتاعته حلوة جدا والتقفيلات والخياطة بتاعته حلوة جدا. اللبس بتاعه بيحاول ان هو يعمل حاجات فورمال تلاقي بقى بالناس اللي هي بتشتغل والناس اللي الستايل بتاعها فورمال، بس برضو بتطلعوا من عنده بحاجات كاجوال حلوة جدا وقيمة جدا. موتيف عامل اللاين بتاعه ده اللي انا جايبه منه الحاجات. اللاين عباره عن حاجات لينن ده اللي هو الكتان دي من اجمل الاقمشه اللي ممكن تتلبس في الصيف. فتعالوا اصلا نبتدي نشوف القطعه ونعمل لها ستايلنج واوريكم ازاي ممكن نلبس افكار لبس العيد، حاجات تبقى حلوه. والناس الانترستد هتلاقوا القطعه دي لينكاتها في صندوق الوصف تحت مع كود الخصم بتاعي بيديكوا 15% خصم. بس كده خلينا نبتدي مع اول قطعه، ودي انا كنت لبستها بس خلوني اتكلم عن ايه. هي بلوزه او شيميز، بس هي بلوزه اكتر، ابيض كتان حلوه جدا. بصوا هي حاجه ساده وهي فيها الديتيلز اللي هي في الياقه من فوق بالذهبي. القماشه بتاعتها زي ما قلت خفيفه قوي وهي بجد حلوه جدا. انا عايزه اقول لكم برده ان انا عندي ستور اسمه اسراء باسيني ستور. الستور ده انا بجيب منه اي حاجه من شي ان انكلودينج حاجات بتاعت موتيف. فلو انتوا عايزين ان انتوا تعملوا اوردر من اي حاجه ابعتولي في الستور وانا هعمل لكم الاوردر على طول. القطعه اللي بعد كده الستورت دي برده ستورت بيضه نازله اي لاين اللي هي بتبقى ضيقه من عند الوسط ونازله بوسط. طبعا دي كده كده موديلها كلاسيك فانا جايباها عشان اقدر البسها كحاجه كلاسيك ما بتبطلش، تفضل قاعده عندي في الدولاب مش هتبطل. والموديل بتاعها بجد قيم جدا، حلو قوي الموديل بتاعها. تعالوا بقى نشوف هنلبسها ازاي ونقدر نعمل لها ستايلنج ازاي. الستيرت دي كانت مقاسها سمول، هو الطلبيه دي كلها مقاسها سمول وحاجه جايزه. هي دي الستيرت، بصوا موديلها حلو قوي مخلي الجسم جميل، يعني حبيتها قوي الستريت. عجباني ان هي نازله ايه كده. طبعا الناس اللي هي عايزه تفكر في لبس العيد ممكن تاخدوا بقى الوان لو انتوا محجبات فتشتروا ستريت بيضه طويله وعليها دينم جاكيت الشنطه الاورنج وتقدروا ان انتوا تكونوا كده. عايزه اقول لكم صحيح لو انتوا عايزين تشوفوا ستايلات لقطع كتير غير القطع دي ما تنسوش ان انتوا تابعوني في الانستجرام @اسرابسيوني، عشان في الانستجرام بعمل ستايلات فيديوز كتيرة جدا فهتطلعوا منها بأفكار برضو تانية غير دي. القطعة اللي بعد كده البلوزة دي حبيت قوي ألوانها ان هي تاي داي كده بألوان سيمبل وهادية قوي. دي طبعا على أبيض تبقى جميلة قوي. فتعالوا نعمل لها أوتفيت ونشوف ممكن نلبسها ازاي. بصوا هي دي البلوزة، فيها الهاي نك دي ستريتش مش بتخنق، دي حاجه حلوه جدا فيها. فلبستها على البنطلون الاورنج ده، دول كنت جايباهم من بيج. عندي كذا لون من نفس البنطلون من بيج اسمها ماي ستروبري في الانستجرام. بس ومسيره الشنطه البيضه دي، بس انتوا ممكن تمسكوا بقى ايه شنطه بيضه موديل تاني حاجات كروس تبقى حاجه فن اكتر. جماعه عايزه اقول لكم ان القطع دي كلها بتكون متوفره عندي في الستور اسراء باسيني ستور for immediate purchase او بتبقى متوفره حاليا بتوصل لكم خلال 5 ايام. فاي حد عاجبه اي حاجه من القطع دي يبعت لي في الستور على طول، والقطع بتبقى معروضه للبيع فمستنياكم هناك عشان تعملوا الاوردرات. بعد كده عندنا الفستان الجميل ده برضو قماشته شكلها ناعمه وحلوه جدا. طبعا لونه جميل جدا للصيف، ده من الكولكشن بتاعت المايه بتاعتهم، موديله حلو قوي. انا هروح اكويه وارجع اوريكو ده يتعملوا ستايلنج ازاي بطريقه سهله جدا حلوه قوي. يعني بجد قصته جميله جدا. بصوا هنا في قصه تويست فمخليه منظر الجسم مرسم اكتر. وبصوا بقى اجمل حاجه فيه الجيوب دي بتبقى حلوه قوي، ان هي وانتي واقفه كده تعرفي تحطي ايدك فين. عملت له ستايلنج بطريقه سيمبل جدا، لبسته على ساندل بينك وحطيت الشنطة البينك عليه عشان يبقى الألوان سيفي ولايقة على بعض كده. بحب جدا الأغني على البينك، الاتنين بيبقوا حلوين. بس هو ده الفستان. بعد كده عندنا البلوزة دي،
برضو الوانها سيمبل جدا، بحب جدا لون الموف الفاتح ده، من الالوان اللي بحبها جدا في الصيف. هو اصلا طالع ترند وداخل عليه كمان ازرق، فده يعني ممكن يتلبس ابسط حاجه على جينز ازرق يبقى حلو قوي. واوريكم الطقم اللي هلبسه عليها. بصوا هي دي البلوزه، حلوه جدا. طلعت ان السكارف دي اللي بنطلعها من ورا وبعدين تحطوها من قدام وتربطوها بالاستر فتدي المنظر الحلو ده، وبعدين مديه خنصره للوست حلوه جدا. لبستها على البنطلون الجينز الازرق السكيني زي ما قلت، هي فيها ده مش ازرق، هو ده الموف المزرق بس قريب قوي من الازرق. وحطيت السنيكر دي فيها موف كده من قدام فبرضه لايقه على الالوان بتاعت الطقم. مسرت الشنطه الموف. بس هو ده الطقم بجد عجبني جدا، يعني من الاطقم المفضله عندي، وطقم سيمبل وبسيط جدا للصيف تقدروا ان انتوا تلبسوه. القطعه اللي بعد كده هو الفستان ده، وعجبني جدا ان هو سترايب كده، فحسيته ان هو حاجه جديده. انا بجد ما عنديش حاجه في الدولاب كده خالص، فحبيت ان انا البس ستايل جديد. هو جاي بالحزام بتاعه برضو بنفس اللون، بس انا دايما بحب ان انا لما اجي اعمل ستايلنج بحاجه ما البس عليها نفس الحزام، البس حزام خارجي طالما عندي الاوبشن ان انا ابدل الحزام ده بحزام تاني، بتدي اناره اكتر للطقم. فا anyway خلونا نلبسه ونشوفه هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا هو ده الفستان، حلو قوي. وبعدين عاجبني ان هو فيه فيو كده مدياه فايب حلو قوي. احلى حاجه في القطعه دي او في الفستان ده ان هو ممكن ان هو يتلبس مفتوح على لبس تاني ويبقى ترنش بس، ونلبسه از ان اكسسوري للطقم. مثلا احنا لابسين عادي طقم عادي وده يتحط فوقي يخلي الطقم حلو، برده هتبقى حلوه جدا. المحجبات ممكن تلبسوها على شميز يبقى برده شكله حلو جدا، على شميز ابيض هيبقى اميزنج، وعلى بنطلون يبقى حلو قوي. انا لما جيت اعمل الستايلنج شلت الحزام بتاعه زي ما قلت، بحس جدا ان الحزامه الثانيه هي بتدي اناقه اكتر، فحطيت الحزام الاسود ده. بس لو انتوا عايزين هو الحزام بتاعه موجود ممكن ان انتوا تعملوا ستايلنج بيه. وحطيت الشنطه السوداء دي ولبست الساندل اللي فيه ستادز الاسود ده عشان اخلي الطقم كول شويه ما يبقاش طقم فورمال جدا. بس هو ده الفستان، وبجد من القطع اللي حبيتها قوي. بس كده جايز هي دي كانت القطم اللي انا جبتها من عند موتيف، وازاي عملت لها تنسيقات. يا رب تكونوا طلعتوا بافكار من الفيديو ده على اقل الالوان ممكن تنسقوها مع بعض ازاي. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.